بسم الله الرحمن الرحيم. وردنا سؤال على الصفحة، شاب بيقول إن هو بيعاني من ضعف جنسي أثناء العلاقة، بالرغم من إن هو بيقول إن الانتصاب الصباحي بتاعه بيبقى قوي، يعني هو كاتب إن هو حديد يعني. هو دايما لو المريض بيشتكي من إن في مشكلة في العلاقة بينما الانتصاب الصباحي قوي، تفكر اوتوماتيك ان المريض عنده سبب نفسي، عنده نفسيه. يعني ايه؟ قلقان من العلاقه مع الزوجه، يعني مثلا حاسس ان هو مش قادر يرضيها، قالت له كلمه ضايقته، كانت متزوجه قبليه وحاسس ان هو اتحط في مقارنه مع الزوج السابق. يعني الحاجات دي دايما بنحطها في الاعتبار. طبعا احنا كده كده بنعمل له فحص، نشوف الاخبار ايه، يعني فحص عادي خالص. بس عاده دايما المريض اللي يقول لك الجمله دي تعرف ان هو في عنده نفسيه او سبب نفسي. سبب النفس يضعف العمليه، ممكن يعمل عجز مباشر وقتي، يعني ممكن يبقى العضو منتصب ويحصل ارتخاء زي ما بيحصل في حالات التسرب، اللي تبقى مشابهه ليها شويه. ولكن المريض دايما يقول لك الجمله دي، انا بيبقى عندي الانتصاب الصباحي قوي، يقول لك كده حديد، وممكن يجي كذا مره مش عارف، بس مش عارف ايه اللي بيحصل لي لما اجي ابقى مع الزوج. هتعمل الفحوصات عشان تشوف الاسباب العامه ايه وتشخص بدقه، ولكن اوتوماتيك ده تعرف من الاول ان هو غالبا هيكون عنده عنه نفسيه. طبعا لو في بقى اسباب طبعا بين الزوجين، تحاول بقى تفهمه وتصلحها، تحاول تظبط الدنيا. لو في عنده فهم خاطئ لحاجه معينه تفهمه، لو في مشكله من طرف الزوجه يراعى طبعا انها تحاول تحسن الامور معاه. طبعا العله النفسيه طبعا ممكن كلمة تصيب الراجل في مقتل بالنسبة للعلاقة، فلابد نراعي جدا ان لكلا الطرفين الزوج او الزوجة لازم كل واحد يحافظ على مشاعر الاخر. وشكرا.